نطمن ولادنا ما يقلقوش، التنسيق زي ما هم متعودين، كل طالب من الثانوية العامة هيلاقي المكان في الجامعة والمعهد اللي هو الحقيقة تناسب مع إمكانياته واحتياجاته. أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله قريب جدا أول ما النتيجة بتطلع احنا عارفين على طول بعدها ب 72 ساعة بنبتدي المرحلة الأولى. تمنياتي بالتوفيق لأولادنا وأتمنى لهم كل الخير بإذن الله.